جهاز السينما إنتاج فيلم قطين وصالة للفنان محمود عبد العزيز بسبب تكلفته الإنتاجية الضخمة، مما لا يتناسب مع الميزانيات المقررة لإنتاج الأفلام بالجهاز. الفيلم مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم أصلان وسيناريو وحوار محمد صلاح العزب، وكان من المقرر أن يخرجه شريف البنداري في أولى تجاربه الروائية الطويلة. سبق وفاز الفيلم بجائزة أحسن سيناريو في مسابقة ساويرس عام 2011، وتدور أحداثه حول الحياة الخاصة لرجل مسن وزوجته في أيامها الأخيرة وعلاقتهما ببعضهما وشعور الزوج بالغربة بعد رحيل زوجته فجأة. يا سلام، أنا كنت فئة الأمل اللي في حد يفهمني، كنت لسه فهمانة فوزي. تعرف أنا بفكر في إيه دلوقتي؟ في إيه يا محفوظ؟ هرفع الواد على كتفي وارجع بطرح بجين. لا، أنت مش هتروح في حتة يا محفوظ. ربنا يخليك لابنك عشان تربيه ويعوضك عن كل اللي راح. ساعات الواحد بيتمنى إن الزمن يقف عشان في حاجات ما قبلهاش.